من بين الأسئلة اللي تسألوني عليها بزاف الناس في اللايف وفي الفيديوهات اللي درتهم في اليوتيوب هي موضوع الضرائب، يعني كيف نقولوا باللغة الفرنسية لي زامبو تاكسس. كذلك كاين تاع أسئلة خاصة بالتقاعد وأسئلة خاصة بالتأمينات، فراح نتحدث في هذا الفيديو عن موضوع الضرائب باختصار وبالتفصيل وبالأمثلة إن شاء الله، فابقوا معي. السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم طارق من الولايات المتحدة الأمريكية. موضوع اليوم إن شاء الله راح يكون يعني خاص بالضرائب، راح نحاول نعطيكم أقدر يعني القدر ممكن من المعلومات، يعني نعطيكم ماكسيموم. فأي شخص هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لازم عليه يدفع ضرائب. فالضرائب هذه تختلف، كاين ضرائب اللي تختلف من ولاية لولاية، يعني طولها State Income Tax، وكاين ضرائب اللي هي ثابتة، يعني ضرائب فيدرالية يقولوا لها يعني Federal Income Tax. فراح نحلل ونفهمكم يعني كيفاش باش تعرفوا الناس اللي راهم حابين يجوا لأمريكا ولا خلاص راهم يعني محضرين روحتهم باش يعيشوا الحلم الأمريكي، ولا الناس اللي راهم أصلا عايشين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونعطيكم أمثلة على الولايات اللي فيها ضرائب مليحة واللي فيها ضرائب يعني مش مليحة. فولاية جورجيا، يعني أي شخص هنا في جورجيا لما يشتغل يعني بالبيرول لازم عليه يدفع الضرائب، لازم عليه يدفع الضرائب. ففي البيرول تاعك يعني في الشاك تاعك يجو فيه أربع ضرائب. فالضريبة الأولى هي الفيدرال إنكم تاكس، الضريبة الثانية هي السوشيال سيكوريتي، الضريبة الثالثة هي على يعني الميدي كير، اما الضريبه الاخيره هي على جورجيا انكم تاكس او ستيت انكم تاكس. فنخلو موضوع تاع الضريبه الفيدراليه في الاخير، نبداو على الضرائب الثلاثه هذه اللي يجي بعدها. فالضرائب هنا نوعين، كاين النوع الاول يعطولو سيلز تاكس، يعني ضريبه على المبيعات، سيلز تاكس. هذه الضريبه على المبيعات تختلف من ولايه الى اخرى. فولاية جورجيا مثلا الضريبة على المبيعات تقدر ب 7%. بعض الولايات فيها ضريبة مرتفعة مثل ولاية نيويورك، كاليفورنيا، الولايات الكبرى والاقتصادية. وكاين بعض الولايات ما فيهاش ضريبة عالية، مثلا الله أعلم ولاية أوريغون وبعض الولايات الأخرى. وكاين الضريبة الثانية هي الضريبة على الدخل، إنكم، على الإنكم، يعني يدخلوا لك دراهم تخلص عليهم الولاية اللي راك عايش فيها وتخلص الحكومة الأمريكية. مثلا ربحت في ربحت في اللوتري، كيف نقول احنا اللوتري، هذاك اللوتو، فهنا دخلك دراهم يعني انكم تاكس تخلص عليها، هذا فيها ضريبة. مثلا منحة البطالة يعني هو عبارة عن دخل، عن انكم، تخلص عليه ضريبة، تخلص عليه ضريبة الفيدرالية وتخلص عليه الضريبة الولائية. ستيمولس تشيك، الشيك اللي كان فيه 1200 دولار ما فيهش ضريبة. لماذا؟ لأنه يعني هدية، لأنه مساعدة من طرف العام، من الحكومة، هدية ومساعدة من الحكومة، فلا ندفع عليها الضريبة، ندفع الضريبة فقط على الدخل، فقط على ضريبة على الدخل. فولاية جورجيا الضريبة على المبيعات قلت هي 7%، والضريبة على الدخل هي 6%. ولاية واشنطن، الولاية اللي جاية في الغرب المعروفة بيعني سياتل، الضريبة على الدخل هي 0%، يعني تخلص 500 دولار في الأسبوع ما تدفع عليها حتى يعني ضريبة، تأخذها كلها، تدفع فقط الضرائب الأخرى اللي هي يعني السوشيال سيكوريتي والميديكير وفيدرال انكم تاكس. دوك الان هنا الامور واضح، نزيد نعاود نشرح لكم. كاين ضريبه على المبيعات وكاين ضريبه على الدخل، كاين سيلز تاكس وكاين انكم تاكس. سيلز تاكس تختلف من ولايه الى اخرى، والانكم تاكس تختلف من ولايه الى اخرى، هذا فيما يخص الولايات.
وكاين الضريبة الفيدرالية، هي عبارة عن نسبة مئوية على حسب الدخل السنوي وعلى حسب الحالة المدنية تاعك، هذا كنكلمو عليه لاحقا. دونك هنا في ولاية جورجيا تشتري سيارة تدفع عليها 7%، اللي يبيع لك سيارة لا يدفع عليها 7%، تدفعها أنت، تدفع أنت المبلغ، تدفع أنت ضريبة 7% هنا في ولاية جورجيا على السيارة اللي اشتريتها. اللي باع لك سيارة يدفع ضريبة على الإنكوم لأنه دخلت له دراهم. هذا الموضوع مفهوم، هو اللي باع لك سيارة في آخر سنة ولا في الشهر ولا في الأسبوع يدفع الإنكوم تاكس لأنه باع سيارة دخلوا له دراهم. أنت اشتريت سيارة تدفع عليها الضريبة 7%، أما هو يدفع 6% لأنه هو عليه ضريبة على الدخل، يعني هو يخلص الانكم تاكس وانت تخلص السيلز تاكس. حتى ويكون باع لك هو ما يخلصش السيلز تاكس لانه باع لك تخلو دراهم وانت اشتريت تدفع 7%. لما تذهب الى المطعم هنا تاكل مثلا، تذهب الى المطعم تاكل، تخلص الضريبة 7% على المبيعات وتخلص ضريبة اخرى تقدر 3% على يعطولها اللوكسوري. لماذا تدفع 3%؟ لانه طلبت حاجة فيها رفاهية. فمثلا تشتري، مثلا تذهب إلى محلات تي جي ماكس ومارشالز اللي هي محلات تاع الهنود، يعني هنديين هم اللي حاكمين هذه، مثل ديري كوين. تروح تطلب مثلا، تروح تشتري ملابس، إذا اشتريت الملابس تدفع 7% فقط لأنك تحتاج ملابس. أما إذا اشتريت علبة مثلا حلويات أو أكل فتدفع عليه 7% وتزيد تدفع عليه 3% هنا في ولاية جورجيا، لأنك مش محتاج باش تشتري الأكل هذا من نوع الرفيع، تقدر تخدمه في البيت. أما إذا رحت الوول مارت واشتريت القضيان يعني الجروشريز الغافيتايمون تدفع فقط 7%، 7%، لأنك تحتاج الأكل، تحتاج الخضار، تحتاج الفواكه. أما إذا رحت المطعم تخلص 7% وزيد تخلص على 3%، يعني تخلص 10% على يعني الوجبة، لأنه هذه الوجبة يعني لوكس، يعني شغل قدموا لك خدمة، يعني طيبوا لك، يعني شغل انت كما يقولوا حبيت تنزه وحبيت تاكل وحبيت كيف نقولوا تفحفح روحك وحبيت تخلص عليها ضريبة. هنا في ولاية جورجيا 7% وزيد خلص 3% إذا ذهبت المطعم. دونك هنا إلى هذه الحالة هنا راها مفهومة. بالنسبة للضريبة تاع السوشيال والميديكال هي 6.2%، 6.2% هي ضريبة، يعني ما فيهاش حكاية. كذلك هنا في ولاية جورجيا، قلت لكم نعطيكم بالأمثلة باش تفهموا مليح. هنا في ولاية جورجيا إذا اشتريت سيارة تدفع عليها ضريبة هذيك 7% مدى الحياة، يعني يقولها يعني لا تاكس دو بروبريتي، بروبريتي تاكسز، هذه تخلصها أنت هنا مرة في الحياة. لو ذهبت مثلا إلى ولاية كارولين الشمالية تشتري سيارة تدفع عليها ضريبة على المبيعات، يعني سيلز تاكس، كل سنة. اشتريت منزل تدفع عليها ضريبة كل سنة، ويعني باش تشوفوا بلي الولايات هنا تختلف. لهذا أي واحد يحب يجي لهنا يعيش في أمريكا لازم يخير يشوف الولاية اللي تخرج عليه، مش يعيش هنا في أمريكا بالعاطفة، ولا يحب يعيش باسكو صاحبه عايش في هذيك الولاية، ولا يحب يجي لأمريكا يعيش في ولاية معينة لأنه وليد عمه، لأنه صاحبه، لأنه صاحبته. لا، شوف تخيل الولاية اللي تخرج عليك من كل النواحي، الضرائب، نظام التقاعد، هذه الامور، الكيرة، شحال المينيموم ويج، شحال تخلص في هذه الامور. فيما يخص كذلك باش ما ننساش الان نظام التقاعد. نظام التقاعد انا السن تاعي، انا من الى بقيت نخدم نخرج في سن 67 سنة. فهناك جدول راح نضع الموقع تاعو هنايا، تعطي له تاريخ الميلاد تاعك، يعطي لك واش من السنه اللي ممكن تخرج فيها تقاعد، يعني لما تخرج تقاعد يعطولك التقاعد فيها نسبه مئويه. ما قدرتش نحكي لانه طويل، كان نبدا نحكي لازم لي ساعه ولا ساعتين باش نفسر هذاك الجدول، ولكن خليكم موقع نعطيكم باختصار. يعني هناك يعني فئات معينه، يعني يعني التواريخ تاع الميلاد تاعها، مثلا يقول لك اللي زايدين من سنه 1930 الى 1940 يلما يلحق 60 سنه يخرج متقاعد، وهو اللي حنا نعطوا شحال ياخذ التقاعد تاعو، هي عباره عن نسبه وفيها ضريبه وكذا وكذا. فانا شخصيا 67 سنه، كي نلحق 67 سنه نخرج، يعني اخذ
اخذ يعني سن اخذ منحة التقاعد، ولكن لازم اشتغل. وكما قلت لكم التقاعد عبارة عن هذا النظام، التقاعد عبارة عن شركة خاصة لتكفل به، ونظام تقاعد يعيطوا له 401، يعني 401 كي، يعني كا. كاين بعض الناس اللي لازم يخدم حتى لسن 72 سنة باش يخرج تقاعد، محتم عليه 72 سنة لأنه على حسب الجدول لازم يشتغل حتى سن 72 سنة. نروح الآن للضريبة تاع اللي قلنا عليها، الفيدرال انكم تاكس. الفيدرال انكم تاكس يحتسب على حسب الدخل السنوي وعلى حسب الحالة المدنية تاعك، يعني الحالة الاجتماعية تاعك إذا أعزب أو متزوج. فنشرح لكم يعني هذا الجدول. فإذا كنت أعزب ودير في تخدم في السنة، يعني دخل أموال في السنة من 0 دولار إلى 9875 دولار وأنت أعزب، تخلص 10%. أما لو دخلت من 9875 دولار إلى 40125 دولار للسنة وأنت أعزب، فتخلص 12%. أما لو دخلت 40125 دولار إلى 85525 دولار، فتخلص 22%. وإذا دخلت 85525 إلى 63300 163300 هنا تخلص 24%. أما إذا دخلت ما بين 163300 إلى 207350 تخلص 32%. أما إذا كنت أعزب وتدخل من 207350 دولار للسنة إلى غاية 518400 فتخلص 35%. أما فما فوق يعني 518400 فما فوق فتخلص 37%، يعني نسبة ضرب من 10% إلى 37%، ما تقدرش تخلص فوق 37%. أما إذا كنت متزوج وتدخل في السنة من 0 إلى 19750 فتخلص 10%، من 19750 إلى 80250 تخلص 12%، من 80250 إلى 171050 فتخلص 22%. أنا كنت متزوج، من 171050 يعني 0.50 إلى 326600 هنا تخلص 24%، من 326600 إلى 414700 تخلص 32%، من 414700 دولار إلى 622050 دولار للسنة تخلص 35%، من 622050 دولار وفما فوق للسنة تخلص 37%. فالموضوع هذا يعني شوية معقد، أنا حاولت نشرحه، يعني اسمحوا لي برك شرحته قدر المستطاع. فالموضوع إن شاء الله يكون لحقكم. فهذا فيما يخص موضوع الضرائب، يعني وكيفية طريقة يعني التعرف على سن التقاعد اللي راح تخرج فيه بعد ما تشتغل وتدفع الضرائب توعك. نعم، كانت أجوبة يعني جواب يعني كافي باش الناس تعرف. ممكن تبارطاجيو هذا الفيديو من فضلكم، يعني باش الناس تلحقها المعلومة وما تبقاش شك وتسألني على مواضيع أنا اللي حكيت عليها. المشكل احنا في اليوتيوب نحكو على مواضيع مش غير أنا لاحظناها، كل احنا اليوتيوبرز اللي نحاولوا نقدموا مساعدة للناس ان احنا نعاونوا ونساعدوا، ولكن الناس ما تشوفش الفيديوهات. يعني مثلا في هذا الفيديو ممكن راح يجي ناس يقول لي مثلا، يقول لي عبالش انا، يقول لي ما هو نسبة الضريبة في ولاية جورجيا وانا راني حكيت عليها. فلهذا نحبوا دائما نديروا فيديوهات ونطلبوا منكم تبارطاجوها باش الناس تلحقها المعلومة. فهذا فيما يخص يعني أنواع الضرائب اللي كانوا في أمريكا، كما قلت لكم الضرائب على المبيعات والضرائب على الدخل. الضريب على الدخل على حسب الولاية اللي راك عايش فيها هو مختلف، أما الضريبة على الدخل اللي تدفعها الفيدرالية كما حكيت عليها في هذاك الجدول فهي ثابتة من 10% إلى 37%. في بعض الولايات لا تدفع الضريبة على الدخل، من ولاية مثل ولاية واشنطن. في بعض الولايات الضريبة على الدخل عالية جدا مثل ولاية كاليفورنيا. في بعض الولايات الضريبة المبيعات عالية جدا مثل ولاية نيويورك أو ولاية أخرى. وبعض الولايات ولاية يعني الضريبة منخفضة. هنا في ولاية جورجيا الضريبة على المبيعات 7%، ضريبة على الدخل 6%. ربي إن شاء الله يوفقكم، تهلا في روحتكم، وش نقول لكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.